رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في كويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. في البداية أود أن أعرف تعليقك على كلمة معالي وزير الطاقة الإماراتي ووزير الطاقة السعودي في القمة الحكومية بشأن أسعار النفط، وأيضا توقعاتك لاجتماع أوبك بلس يوم الخميس. طبعا كانت تصريحات وزير النفط الإماراتي اليوم تؤكد على أنه هذا التحالف هو تحالف اقتصادي نفطي وغير سياسي، بمعنى آخر أن الأهداف التي يسعى إليها هذا التحالف هي تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وأيضا أي ضغط من الضغوط قد يحدث على أي عضو من الدول الأعضاء في هذا التحالف هو هدفه رفع أسعار أو يسبب رفع في أسعار النفط لا أكثر. طبعا الالتزام الضمني من قبل أوبك بلس بأن يكون هناك زيادة تدريجية 400 ألف تحقق التوازن النفطي فوق الدولار بكل الأحوال. نعم أستاذ رائد، رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا إلى أن المؤشرات اليوم ارتفعت، ما الأسباب وراء هذه المكاسب؟ يعني أنا مجموعة من العوامل الرئيسية حقيقة، أولا هو الروح الإيجابية التي تكتنف المفاوضات التي تحدث حاليا فيما يتعلق بغزو أوكرانيا حاليا، ولكن في نقطة مهمة جدا اللي هي أنه ماذا يملك المستثمرين داخل المنطقة الأوروبية غير أن يهربوا من التضخم نحو الأسواق الأسهم؟ لا يوجد خيارات أفضل، التضخم عندي مرتفع، في نفس الوقت في عندي توترات كبيرة، فيوجد لدينا الفرصة في الاستثمار في أسواق الأسهم، وهذا ما عزز الارتفاعات التي شاهدناها. ولكن أيضا الإيجابية التي تكتنف الوصول إلى مرحلة توقف في الحرب سبب نوع من الإيجابية والتوجه المستثمرين إلى أصول ذات عوائد مرتفعة. نعم، أيضا برأيك الضغوط على اليورو إلى أين ستصل به؟ يعني إجمالا اليورو تحت الضغط، لأنه أنا في عندي سياسة تحفيزية مستمرة وغير متوقفة، كذلك الأمر في عندي إمكانيات ضعيفة لرفع أسعار الفائدة، فذلك يعزز مزيد من التراجع والانخفاض في ظل الشق الثاني من زوج اليورو الدولار الأمريكي، وهو الدولار الأمريكي لا يزال متجه إلى مزيد من رفعات أسعار الفائدة ويعمل عمل الملاذ الآمن، فهذا يدفع باليورو إلى مستويات التكافؤ أمام الدولار الأمريكي والتي قد نشهدها خلال نهاية تعاملات هذا العام. نعم، ماذا عن الين؟ الين الياباني بالرغم من السياسات التحفيزية الضخمة هذا هو العامل الرئيسي في سقوط الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، كما ذكرنا الدولار الأمريكي عليه طلب، في عندي يعمل كعمل ملاذ آمن، وأيضا في عندي نقطة مهمة وهي الفارق الذي يتسع لصالح السندات الأمريكية مقابل السندات اليابانية، في عندي أكثر من 225 نقطة أصبح هذا الفارق، بمعنى آخر تغيرت يعني توجهات المستثمرين من ملاذ آمن في السندات اليابانية إلى ملاذ آمن في الدولارية يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعزز تراجعات أكثر. نعم على الين الياباني وكما نشهد. نعم أستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.